يحضر القمة العربية. المفاجأة الثانية هي مشاركة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أيضا لأول مرة يشارك في قمة عربية. زيلينسكي منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير عام 22 لأول مرة يلتقي بجميع القادة العرب في قمة عربية. كان هناك العام الماضي تم تشكيل وفد من الجامعة العربية ووزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية وعدد من الدول الذين زاروا أوكرانيا والتقوا بمسؤولي الرئيس الأوكراني وعدد من المسؤولين العام الماضي، ولكن هذه المرة يأتي الرئيس الأوكراني بناء على دعوة من المملكة العربية السعودية. كان وزير خارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد زار كييف قبل عدة شهور، وتم توجيه الدعوة رسميا إلى الرئيس الأوكراني، والذي وصل بعد ظهر هذا اليوم وشارك في القمة العربية وألقى كلمة أيضا مهمة تحدث فيها عن الحرب الروسية الأوكرانية، وطلب أن يكون هناك دعم عربي كبير أيضا لموقف أوكرانيا ومساندة أوكرانيا في مواجهة روسيا. هناك طبعا تحركات وتحولات كثيرة جدا وملفات مهمة جدا أمام القادة العرب في قمة اليوم. أيضا لأول مرة نجد الرئيس السوري بشار الأسد أيضا يشارك في القمة العربية بعد غياب 12 سنة وعودة سوريا رسميا من اعتبارا من يوم 7 مايو الحالي، بعد أن وجهت مصر دعوة طلب تقدمت بطلب للجامعة العربية لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، اجتماع استثنائي، وتم هناك دعم من المملكة العربية السعودية والأشقاء لدعم مصر في موقفها، وبالتالي عقد الاجتماع والجلسة الاستثنائية يوم 7 مايو الحالي، واتخذ القرار بعودة سوريا إلى الجامعة العربية. وصل بالأمس الرئيس السوري بشار الأسد إلى جدة، وكان في استقباله نائب أمير منطقة مكة المكرمة. هناك طبعا لقاءات كثيرة جدا، هناك كلمات، وهناك الكثير من التطورات في القمة العربية. في طبعا هنتابع مشاركة طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل بالأمس، وكان أول رئيس عربي يصل إلى مدينة جدة، وطبعا على رأس وفد مصري كبير، هناك مشاركة مصرية كبيرة للغاية على المستوى الرئاسي، على مستوى الإعلام. أكبر وفد إعلامي موجود في مدينة جدة هو الوفد المصري، أكثر من 23-24 ما بين رؤساء تحرير، مجالس إدارات، إعلاميين، صحفيين يشاركوا في هذا الوفد الذي يترأسه الكاتب الصحفي كرم جابر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. هناك طبعا الكثير من التطورات التي حدثت خلال القمة العربية. القمة العربية النهاردة ربما من خلال المتابعة، وسنتابع كل التطورات اللي حصلت في القمة، بالإضافة إلى آراء كثير من الخبراء والمحللين اللي هيكونوا موجودين معنا النهاردة من سوريا، من لبنان، من الإمارات، من مصر، يعني نحلل المشهد بالكامل هنا في جدة، وأيضا المشهد العالمي سواء ما جرى في القمة، وأيضا ما ربما ما هي التوقعات أيضا القادمة. هناك أيضا تحرك عربي وداعم لمصر والسودان في موقف البلدين فيما يتعلق ب قضية السد الأثيوبي أو سد الخراب الأثيوبي، والعالم العربي عادة في مثل هذه الأمور هناك التحركات، ولكن اليوم أيضا في البيان الختامي هناك بند واضح لدعم موقف مصر والسودان في ضرورة إلزام أثيوبيا بالوصول إلى اتفاق قانوني وملزم لها في مسألة تشغيل وملء السد الأثيوبي. هناك هذا الموقف العربي، واللي طبعا لأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا تحدث في كلماته عن موقف مصر بشكل واضح، وأيضا تحدث الرئيس عن القضية السودانية، القضية الليبية، القضية السورية،
كل القضايا العربية وأيضا الوضع العالمي والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على مصر وعلى العالم العربي بشكل خاص وعلى الدول الناشئة والدول النامية بشكل خاص. ربما أيضا سنتابع بعد قليل كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القادة العرب والتي تحدث فيها أيضا مصر ودورها عودة والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية. ودائما الدولة المصرية تتخذ هذا الأمر فيما يتعلق بالدولة الوطنية ومؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ عليها، الحفاظ على الجيوش، الحفاظ على المؤسسات. وبالتالي كانت كلمة واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القادة العرب موقف مصر الداعم لوحدة سوريا واستقلال سوريا ووحدة أراضيها واستقرار سوريا وخروج كل التنظيمات الإرهابية وكل القوى الأجنبية اللي موجودة على الأراضي السورية. نفس الأمر يتعلق بالوضع في ليبيا وموقف مصر من ليبيا. مصر تدعو إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا وخروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية. أيضا الرئيس مرة أخرى يوجه الدعوة للأشقاء في السودان بضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم وضرورة العودة لحوار سياسي وضرورة التوافق بين الأخوة السودانيين وأيضا منع أي تدخلات أجنبية. وده موقف مصري واضح من اللحظة الأولى بعدم السماح لأي جهة خارجية أنها تتدخل في شأن السودان. وبالتالي أيضا التأكيد اليوم من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة منع أي تدخلات أجنبية في الشأن السوداني وأن يتم حل الأزمة السودانية من خلال التوافق السوداني وأيضا أن يكون هناك توافق عربي ودعم عربي كبير لأشقائنا في السودان. هناك الجامعة العربية شكلت لجنة دائمة ولجنة اتصال تضم مصر والمملكة العربية السعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية. هدف هذه اللجنة هي متابعة الآليات ومتابعة كل التطورات الخاصة بالشأن السوداني. طبعا كل ذلك ربما يصب في صالح الشعب السوداني لأن هناك أيضا تطورات على الأرض. في مدينة جدة هناك لقاءات جرت على مدار الأسبوعين الماضيين بين وفد من الجيش السوداني والقوات الدعم السريع بمشاركة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. توصلوا إلى اتفاق مبدئي لهدنة ممتدة ولكن أيضا هناك اللقاءات ما زالت مستمرة حتى اليوم. ولكن نتمنى أن يتفق الأشقاء في السودان على اتفاق كامل وعلى وقف كامل لإطلاق النار لأنه يعود بالمصلحة على أشقائنا في السودان. وكمان